السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج في جيجا رئيس مجلس مستفاد لمحاربة التهميش والإقصاء بالمجتمع. حنايا الآن كمجتمع مدني في مدينة صفارو صراحة الله نتأسف وحنا جد مستعجبين. ما عمرنا نوينا على أن غادي يوقع بلوكاج بالبلدية ديال صفارو، ولكن اليوم حنايا تنشوفوا على أن كاين صراعات، يعني حنا ما بغيناش نقولوا على أنها صراعات شخصية ما بين السياسيين، لأن السياسي الحقيقي هو اللي تيكون في المستوى ديال الناس اللي ساقوا فيه وعطاوا الأصوات ديالهم في اطار انه يدبر الشأن المحلي ديالهم. حنا اليوم تنقولوا لهاد الناس يترفعوا على كل ما هو ما يدخلوش في داك الصراعات الثنائيه ويشخصنوا يعني الجدل بقد ما انهم خصهم يفعلوا المصلحه ويستحضروا المصلحه العليا ديال 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 المدينه وديال الوطن عن طريق انهم يقوموا بمسؤوليتهم وامام الله وامام المواطنين وامام التاريخ، لان هذه المدينه صفارو بين اعرق المدن، بين اكبر المدن من ناحيه الحضاره ومن ناحيه ديال التاريخ. بلديه صفارو بين اعرق واقدم البلديات. نتمنوا من الله لاننا احنا اليوم كمجتمع مدني نتمنوا من الله لان تنجدوا تلتمسوا من السياسيين انهم يكونوا في المستوى ديال تدبير الشأن المحلي وترفعوا على كل ما هو ثنائي وعن الشخصنه ديال المشاكل ويستحضروا المصلحه العليا ديال هاد المواطنين وهاد المواطنات اللي طلعوا النهوض بالوضعيه ديال المدينه وبالشان ديال المدينه. وشكرا موصول لهذا المنبر الاعلامي. السلام عليكم، انا خالد عطيف، منسق شبكه المجتمع المدني بالمدينه العتيقه. الان دابا راني في الدوره ديال المجلس البلدي، جيت نشوف واش كاين شي جديد على المدينه القديمه. ساعه شفت غير الخلافات بين اغلبيه والمعارضه. انا الرساله ديالي هو انه المواطنين داخل المدينه العتيقه راهم في تماره، وهذا الشتاء اللي داز عليهم بتمره، الماء كيدخل عليهم من التحت ومن الفوق. وكنقول بان علاش غير هذه المدينه اللي فيها هذه المشاكل، لانه المشاريع الملكيه ديال الاصلاح ديال الدور المهدده بالانهيار في المدن كامله مستمره، الا صفارو اللي وقف فيها هذا البرنامج. خصنا نعرفوا علاش، والمواطنين في تماره وسته في بيت واحد وكيعانيوا. الان كنوجه الرساله للمسؤولين انهم يقوموا بهذا العمل ديال الدور المهدده بالانهيار ويكون التدخل في اقرب وقت. والان غادي عندي واحد المناشده لمؤسسه محمد الخامس اللي كتوزع المساعدات في الجبال، انها تجي وتشوف بان كاين حتى المساعدات الان كتوزع مؤسسه محمد السادس الاغطيه. وهذا عندنا اسر اللي كيعيشوا في البرد وفي قله الامكانيات، ونتمنى راه بحال هذوك الناس اللي في الجبال، بحال هذاك السيد اللي بيت واحد داخل المدينه العتيقه. وكنشجع جميع المسؤولين والغيورين على هذا المدينه انهم يوقفوا معنا، راه حنا في تماره، راه حنا في العذاب، ونفكوا هاد الناس، هاد الاسر الفقيره. والسلام عليكم ورحمه الله. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.